بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على ما يؤخذ من الآيات من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد سبق أن أخذنا في الحلقتين السابقتين ما تيسر، ونكمل إن شاء الله في هذه الحلقة. فيؤخذ من هذه الآيات أن الحكم بغير ما أنزل الله إفساد، ولو زعم صاحبه أنه إصلاح، لأن الله أكذبهم بقولهم: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهم يزعمون أنهم حينما أرادوا التحاكم إلى غير ما أنزل الله أنهم يريدون الإحسان إلى الناس والتوفيق بين الناس وقطع النزاع، وهذا كذب وافتراء. فإن الذي يريد الإصلاح ويريد التوفيق بين المسلمين لا يعدل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إلى غيرهما. ويؤخذ من هذه الآيات أن العبرة بكون العمل موافقا لشرع الله لا بقصد صاحبه، لأنهم ادعوا أن نيتهم في عملهم هذا هو الإصلاح والإحسان والتوفيق بين الناس، فلا عبرة بالنية إذا خالف العمل الحكم الشرعي، فإن النية لا تكفي، بل لا بد أن يكون العمل، القول والعمل، موافقين لما شرع الله عز وجل. فإن كان القول والعمل مخالفين لما شرع الله عز وجل فالعمل والقول باطلان، وإن كانت نية صاحبهما حسنة فالعبرة بالإصابة، بإصابة الحق لا بنية الإنسان. يؤخذ من هذه الآيات علم الله جل وعلا بما في القلوب ولو تظاهر أصحابها بالصلاح، لقوله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فهم يتظاهرون بالصلاح ويخادعون الناس: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ولكن الله يعلم ما في قلوبهم من ضد ذلك. وأن الذي حملهم على ترك التحاكم إلى الكتاب والسنة إنما هو نفاق في قلوبهم، وقد أظهره الله عز وجل وفضحهم. فالإنسان ولو تستر أمام الناس وتظاهر أمامهم بالصلاح والتقى والنصيحة لهم، فإن الله يعلم ما في قلبه وسيكشفه للناس. فعلى المسلم أن يخاف من الله عز وجل وأن يصلح نيته وسريرته. يؤخذ من الآيات عدم قبول الأعذار في الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يقبل العذر، قوله: من أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذا اعتذار منهم ولكن الله لم يقبله لما كان عملهم هذا مخالفا لكتاب الله
ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعذر في عدم إصابة الحق من اجتهد يريد الحق، يريد الحق ويريد موافقة الكتاب والسنة، ولكن لم يقدر له أنه وافق الكتاب والسنة فهذا مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن هؤلاء لا يعدون مجتهدين، لأنهم لا يريدون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإنما يريدون الخروج عن ذلك. يؤخذ من هذه الآيات أن المخالف ينصح ولو عظمت مخالفته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فتجب مناصحة المخالف وتخويفه بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعظهم، والموعظة هي التخويف من العذاب بسبب يقتضي العذاب، فيوعظ ويخوف بالله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات أن النصيحة تكون سرا بين الناصح والمنصوح، قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم. أما النصيحة إذا كانت معلنة فإن هذا يعد من التشهير والتنفير، فإذا رأيت على أحد مخالفة فعليك أن تناصحه فيما بينك وبين الله وبينه، فيما بينك وبينه، لأن هذا أدعى للقبول وأبعد عن التنفير وأدل على الإخلاص. أما الذي يشهر الأخطاء ويذكرها عند الناس فهذا دليل على أنه لا يريد النصيحة، وإنما يريد التشفي والنيل من المخطئين، لا سيما إذا كانت النصيحة لولاة الأمور والعلماء، فإن إسرارها وإبلاغها إليهم أقرب للفائدة وأبعد عن الفتنة. وكذلك بقية المسلمين، فإن النصيحة تكون سرية بين الناصح والمنصوح. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب المبالغة في مناصحة المعرض عن تحكيم شرع الله عز وجل، لقوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فذلك بأن يخوف بالله عز وجل من العقوبات، وأن لا يجامل معه إذا كانت النصيحة بين الناصح والمنصوح، فإنه يغلظ عليه في القول خوفا عليه من العقوبة، ولا يصل هذا إلى حد القنوط من رحمة الله عز وجل، لكنه تخويف مع ترغيب بقبول الحق. والله هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.